بعد معين نعم استاذ معين، بالنسبة للتشكيل أو يعني الجهد الهندسي الذي تشكل مؤخرا، شلون نشوف جهودهم اليوم؟ كيف تقيمها؟ أستاذ معين تسمعني؟ طبعا إذا كان السؤال حول الجهد نعم الهندسي الخدمي الحكومي الذي انطلق في مناطق بغداد الكرخ والرصافة في 10 مناطق حاليا، كان أولها في مدينة الحرية شارع شاكر العاني والمنطقة المحيطة بها من أزقة وغيرها، وصل إلى مراحل جيدة وغير من واقع المنطقة، وهكذا تحول العمل إلى منطقة الدوانم في مدينة الشعلة التي تعتبر مساحة واسعة، وهناك جهود مبذولة في منطقة التاجيات. طالبنا بشمول منطقة الخطيب الزراعي بالخدمات، وهكذا منطقة شاطئ التاجي تحتاج إلى اهتمام من أمانة بغداد بتوسعة الشارع الرئيسي. هناك جهود بدأت في منطقة سبع البور و5 مناطق أخرى في جانب الرصافة. هذا الجهد الذي شرع به بالدرجة الأولى آليات الحشد الشعبي إلى جانب أمانة بغداد ومحافظة بغداد وزارة الإعمار والإسكان، نحتاج إلى جهد أكثر من قبل الوزارات وخصوصا وزارة الإعمار والإسكان الشركات المتخصصة. لحد الآن لم نرى الآليات بالقدر المعقول والمنطقي باسم وزارة الإعمار والإسكان، نعم لا يوجد الجهد المطلوب. لذلك كان هناك تكليف لوزارة النفط بالاهتمام بمنطقة سبع البور كجريدرات وشفلات لتعديل الشوارع وترتيبها، ووزارة الموارد المائية للاهتمام بمحافظة الديوانية.